الحرص المستمر على غسل الأيدي قبل وبعد تحضير الطعام وطهي اللحوم والدواجن والأسماك على حرارة عالية والحرص على إبقاء المطبخ نظيفاً، هل تكفي كل هذه الخطوات للحماية من التقاط بكتيريا تعيش في الأغذية؟ كلا، إن كل هذه التدابير تقلل من احتمال انتقال البكتيريا والجراثيم إلى أمعائنا، ولكن المشكلة برأي الخبراء تكمن في مستوى أعلى خارج المتاجر الغذائية، بل بعيداً عن المطاعم والمطابخ الخاصة، فهي تتعلق بكيفية إنتاج اللحوم أصلاً وجميع المواد الغذائية الأخرى. ما هي أخطر الأمراض التي تصيب الغذاء؟ بكتيريا العطيفة أو كامبيلوباكتر إحدى أكثر الجراثيم انتشاراً، وهي موجودة بشكل أساسي في الدواجن واللحوم النيئة والمياه الملوثة. تسبب هذه البكتيريا الإسهال والتهاب اللثة، كما أنها تسبب أحياناً التهاباً دموياً. طفيل التوكسوبلازما الذي ينتقل عن طريق القطط وعن طريق تناول اللحوم غير المطبوخة جيداً، خطر هذا المرض يهدد خصوصاً المرأة الحامل، ففي حال التقطته قد يتسبب بإجهاضها، وإذا أكملت فترة حملها قد لا يعيش المولود فترة طويلة. جرثومة سلمونيلا هي الأخرى كانت السبب في إدخال الآلاف إلى المستشفيات عند انتشارها مراراً في السنوات القليلة الماضية، وتسببت بوفاة أكثر من 250 شخصاً. إنها موجودة في أنواع كثيرة من الأغذية، لحوم كانت أم خضروات، وحتى البيض والأجبان وغيرها. كل هذه الجراثيم تسبب أمراضاً تكون أعراضها بسيطة في الغالب من الأحيان، ولكنها قد تؤدي في حال تطورت إلى وفاة المصاب أو إصابة أحد أعضائه بعطب مثل إيكولاي، التي يمكن أن تسبب فشلاً كلوياً حاداً. ديالا أبي زيد دويه، العربية.